السلام عليكم، صباح النور الغزالة ديالي. كصبحتوا لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الصباح هذا جيت لكم بواحد الوصفة سهلة ديال المخمر، سريعة التحضير، يعني بلا ما تعدي وتبقاي واقفة في الكوزينة لمدة طويلة وتبقاي دلك دلك دلك. انا جبت لك طريقة سهلة للتحضير، هانتوما خليكم معايا، غادي نعطيكم المقادير وتبعوا معايا الطريقة ديال التحضير حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا البنات، هانتوما عندي هنايا الفرص وكذلك الطحين ديال الفينو اللي هو كيف ما كنقولوا له القمح، وعندي الزيت زيت المائده، وعندي جوج خمارات ديال الاديال وبيضه واحده ومعلقه صغيره ديال سنيده يعني سكر سنيده ومعلقه صغيره ديال الملح وكذلك معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه يعني خميره ديال العجينه ديال الخبز، وعندي كذلك معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نحتاجو 3 الكيسان ديال الحليب يكون دافي. انا راه ديجا راني مجته مخليه كيبرد واحد شويه. هانتوما شوفوا معايا الطريقه ديال التحضير حتى الاخر، وكنتمنى انها تعجبكم هاد لا غوسيط هادي، فهي سهله جدا والصراحه ما فيها لا تمره لا والو، وكتوجد في 10 ديال الدقائق. يلا خليكم معايا تشوفوا كيفاش غادي نوجد هاد المخمر ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا هنا البنات، انا غادي نستعمل هاد الكاس، هذا كيعطيني هو كاس ديال العنبه تقريبا، غادي نستعمل به، غادي نعبر به القمح وكذلك يعني القمح كيف ما قلت لكم والفرص وكذلك الحليب. هانتوما خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. هاد الطريقه هذه نقدروا نسميوه مخمر، نقدروا نسميوه كذلك فطائر، يعني اللي بغيتو نتوما. ها هي عندي الفرص، بالنسبه للفرص يعني الدقيق الابيض كنحتاجو 3 ديال الكيسان. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا 3 ديال الكيسان. جبت هنايا درت الصفايه باش نغربلو الكاس الاول، نضيفو الكاس الثاني. ما كنبغيش نوجد هنايا قدامي كلشي عابر، داكشي كنبغي باش نوريكم الطريقه باش تبعوها من الاول حتى للتالي باش يجيكم بنفس الطريقه اللي كنديرو انا. ها الكاس الثاني، ونضيفو الكاس الثالث. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه، كيف ما قلت لكم هي سهله جدا بمكونات بسيطه، ما كطلبش منها مكونات بزاف وكتجي رائعه بالنسبه للفطور او العشيه البوتي، يعني سهله. هذا الكاس الثالث، صافي غادي نكتفي بكاس الكيسان من الفرص. كذلك غادي نديرو القمح، غادي نديرو كاس واحد ديال القمح. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كاس واحد. بالنسبه للفرص والقمح هذه المقادير اللي غنحتاجو، 3 الكيسان الفرص وكاس ديال القمح يعني الدقيق الخشن الاصفر. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نغربلهم. كنشري الدقيق الممتاز، مع ذلك كنفضل انني نغربلو احسن حتى الا كانت شي حاجه كتحيد مع الدقيق، الا بقى مده طويله اولا كيدير السوس، يعني من الاحسن باش نيفيتيو هذا الشيء نغربلو. الطحين ديالي كيف ما كتشوفوا 3 الكيسان ديال الفرص وكاس ديال القمح، غادي نضيف معلقه صغيره ديال سنيده. انا عبرت بهذه المعلقه هذه،
باش درت نفس العبار، كذلك معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، يعني ديال الخميره ديال الخبز معلقه صغيره. كذلك غادي نزيد بيضه واحده وغادي نضيف، غنديروا المقادير كامله في خطره. غادي نضيف جوج ديال الخمارات اللي هي هذه فيها 8 ديال الغرام، اللي هي 16 غرام خماره ايديال، جوج ديال العولب بالنسبه اللي متواجد يعني برا من المغرب، كتكون عندهم وحده فيها 15 غرام، يكتفيو بوحده. انا هنا درت جوج، وعندنا هنايا معلقه ديال الزبده ديال الطاس عاديه، ها هي معلقه، وغادي نضيف 3 ديال المعالق ديال زيت المائده، عفوا 4 ديال المعالق ديال زيت المائده. الا بغيتو تعوضوا بالزبده بحال اللي بغى يستغنى على الزيت ديال المائده، يقدر يدير الزبده ويدير مثلا جوج معالق ديال زيت المائده او معلقه، ها جوج 3 4 المعالق. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هنايا ديجا انا عندي 3 ديال الكيسان عبرهم ديال الحليب بنفس الكاس اللي عبرت به الطحين، 3 ديال الكيسان الحليب دافي. للتذكير ضروري يكون الحليب دافي. بالنسبه اللي ما عندوش الحليب في الدار وبغى يدير هذه الطريقه، يمكن له يعوض الحليب بالماء دافي، او لا يعوض مثلا هاد 3 الكيسان ديال الحليب، يقدر يدير مثلا 3 ديال جوج كيسان ديال الماء عفوا ويدير كاس ديال الحليب. انا هنا غادي نولي نعبر لكم باش تشوفوا بلي درت 3 ديال الكيسان، كاس الاول في الاول كنديروا جوج الكيسان وكنجمعوا الخليط ديالنا وكنخليوا الكاس الثالث حتى كنشوفوا العجينه ديالنا كيفاش ولات. الكاس الثالث بالنسبه لهذه الطريقه، هذه تقدروا ديروا الكل في خلاط كهربائي يعني في مولينكس وطحنوا، يعني اللي بغى يحيد عليه التمره هذه. ولكن هكا راه كتاخذ منا تقريبا شي 3 ديال الدقائق، يعني ما فيهاش بزاف. خصنا نضربوا هذه العجينه مزيان وخصها تجي شويه خفيفه، يعني ما تجيش ثقيله. انا غادي نزيد الحليب شويه بشويه، وغادي نبدا نخلط هذا الخليط ديالي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا حتى غيتجمع لي. هانتوما كيف ما كتشوفوا العجين ديالي كي داير خفيف بحال العجين ديال شي كيكه، شوفوا كيفاش جا، وحتى داك الزبده وكلشي دافي، يعني حتى حاجه ما بقات كتبان، يعني ضروري خصها تجيك العجينه بهذه الطريقه هذه. صافي انا غادي نكتفي بهذا القدر هذا. كيف ما قلت لكم تقدروا تستغناو يعني على الخلاط الكهربائي وتستعملوا غير هكا بيديكم، طريقه سهله يعني دغيا كيوجد، ما كيطلبش منك مجهود كبير. دابا غادي نديرو بابي سيلوفان، غادي نديرو لهاد الخليط هذا وغادي نخليوه 15 دقيقه يعني ربع ساعه.
غادي نخليوه هكا، الطريقة هذه. غادي نضيفوا عليه كذلك شي منديل، نضيفوا عليه شي منديل بحال هكا، ونخليوه 15 دقيقة ربع ساعة، ونرجع لكم تشوفوا الطريقة ديال التحضير ديالو بين ما نمشي نغسل المعينات ديالي. يلا خليكم معايا. السلام عليكم البنات، انا رجعت لكم مرة اخرى. دابا غتشوفوا معايا الطريقة ديال الطهي ديال هذا المخامر ديالي اولا الفطائر. هانتوما كيف ما كتشوفوا باقي ما حيدت لهم السلوفان، كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا نحيد له السلوفان. شوفوا كيفاش رجع، ها هو تقال، يعني ما بقاتش العجينه عندنا كيف ما كانت، وخمر اون ميم طون، راه خمر كيعطي حتى الريحه باللي راه خمر. دابا غادي نبداو الطريقه نطيبوه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي مقله ما كتلصقش، غادي نحتاجوا هذا المول هذا الدائري باش غادي يجيونا قد قد، هذا غير باش يجيونا قد قد، يعني اللي ما عندوش يقدر ما يستعمل. بالنسبه للعافيه ما تكون مجهده، يعني ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله بزاف، مواتي مواتي. غادي نجيبو عندي هنايا زيت المائده، غادي ندهنو المقله ديالنا بهذه الطريقه. هاد الفطائر تقدروا تستعملوا معاهم العسل او الشوكولا للدراري الصغار، زعما اي حاجه بغيتوها. صراحه كيجيو رائعين بنانين. غادي نخليو المقله ديالنا تسخن وغادي نتوكل على الله. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحط هذا هنا، وغادي نجيب الخليط ديالي. يعني ها انا كندير غير مغرف واحد، غادي نخليوه على ما يشد راسو وعاد غادي نحيدوه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه بدا كيطلع، بدا كيتنفخ. نقرب لكم باش تشوفوا، بدا كيتنفخ. خصي تكون عندنا بحال هادي باش غادي نهزو داك هذاك المول ديالنا. غادي نوجدو، خص زعما الا كانوا عندنا جوج نتاع ليمون يكون احسن باش ما نبقاش نتسناو حتى يوجد توجد الاولى عاد نزيدو الثانيه. هانتوما البنات كتشوفوا معايا الطريقه، هو كيف نفخ. المهم ديما ضروري تكون عندنا المقله مدهونه، وانا راه لصق لي هنايا في المول الداخل. انا غادي ندهنو دابا فاش غنحيد هادي، غادي ندهن حتى المول ديالي، غندهنو مع الجناب باش ما يلصقليش باش دغيا يتحيد. هانتوما معايا حتى تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نوجد هذا المخمر ديالي حتى النهايه. صراحه جاي غزال كيشهي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات انا غادي نكمل لكم دابا الطريقه. غادي ندهنوا المقله ديالنا، فين ما غادي نحيدوه غادي ندهنوا المقله ديالنا.
غادي نجيب هذا الماء حتى هو غادي نحاول ندهنه من الداخل بالزيت باش ما يسقليش بالطريقه هذه. وغادي ندير الخليط ديالنا. نديرو في نفس العباره كيف ما لاحظتوا معايا هو راه كيطلع دغيا كيتنفخ. صافي غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي غزال. ومن الداخل كيجي خفيف كيف ما كتشوفوا باقي سخون. شوفوا لاحظوا معايا هنايا كيفاش طلعت، يعني انا ما كنكثرش العجينه وهو دغيا كيطلع. يلا ها نتوما معايا على ما نكمل هذا الخليط ديالي كامل. Thank you.
كتشوفوا معايا البنات، احنا وصلنا لنهايه تحضير المخامر ديالنا اولا الفطائر. كيف ما كتشوفوا جات بهذه الطريقه ورطيب وخامر، يعني ماشي من الداخل ماشي معجن ولا، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا خفيف، وتقدروا ديروا معاه العسل اولا الشوكولا اولا اللي بغيتوا، يعني ترفقوا معاه هذا الشيء وشي درير اتاي، وبالصحه والراحه فطوركم. يعني تقدروا هاد الطريقه هذه ديروها الفطور اولا ديروها العشيه ديال الكوتي. كيف ما شفتوا معايا ثلاثه الكيسان ديال الفورس وكاس ديال القمح وثلاثه الكيسان ديال الحليب، كتخرج لي هاد الغطار هذا تبارك الله، وكذلك مازال عندي هنايا خرجت لي هاد الشيء هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وتقدروا يعني تحتفظوا بهم في الثلاجة او للفريغو اللي عجبكم، وتجبدوهم وتسخنوهم كيرجعوا بحال يلا صايبتوهم جدادين، كيبقاو لمدة 4 ايام كيبقاو كيف ما يلا صايبناهم، يعني ما كتطلق فيهم ريحة الخميرة ما حتى شي حاجة. وكنقول لكم وصلتوا معايا النهاية، وشكرا على التتبع ديالكم، وما تنساونيش بتعليقاتكم وكذلك بجيم وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وبالنسبه للناس الجدادين فكنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه ديالي، كنتمنى انه يعجبكم المحتوى ديالها، وشكرا على المشاهده ديالكم، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.